النقطة التانية من الكريديبيليتي اللي ممكن تحطها على المسج بتاعتك أو تحطها في المسج بتاعتك هو ما يسمى بالإنترنال كريديبيليتي، وزي ما نشوف ده له أكتر من تكنيك، لكن الأهم صفة بتتسم بيها التكنيكس دي كلها إن الكريديبيليتي طالعة من جوه المسج نفسها اللي أنت بتحاول توصلها. أول تكنيك من التكنيكس اللي ممكن تزود أو تخلق internal credibility جوه المسج بتاعتك هو التفاصيل اللي أنت بتحطها على المسج. لما يبقى عندك مسج مثلا إن أنت عايز تعتذر عن إن أنت اتأخرت في النهارده عن حضور المحاضرة، ولا اتأخرت عن الشغل، ولا وعايز تقول إيه اللي خلاه ده يحصل، بتيجي مثلا تقول والله انا طالع الكوبري لقيت حادثه على مطلع الكوبري، وبعدين في صلاح سالم كان واقف لان كان في زحمه كتيره قوي، وانا جاي كمان دخلت بقى في طريق المطار وكان في زيت مدلوق على الطريق، فالناس كلها كانت واقفه والناس كانت ماشيه بالراحه كل دي تفاصيل، بغض النظر طبعا عن ان انت تاخيرك ملوش عذر او ما تحاولش تعتذر عن التاخير بتاعك، لكن التفاصيل اللي انت حطيتها في المسج دي او اللي حطيتها في الاعتذار بتاعك ده في حد ذاتها حطت كريديبيليتي للمسج بتاعتك، زودت الانترنال كريديبيليتي بتاعت المسج بتاعتك. على العكس انت لو بتحاول لا قدر الله، وانا ما افترضتش كده طبعا، لكن لو بتحاول ان انت تكذب في المسج بتاعتك، بتحاول تغطي حاجه حصلت فعلا، بتيجي وتقوم مقلل التفاصيل بقدر الامكان. ليه؟ علشان ما يحصلش الكونتراديكشن ما بين التفاصيل وبين بعضها، وتفضل القصه بالنسبه لك سهل انك تلمها لو بتحاول تخبي حاجه. ده ممكن تكنيك انت تستخدمه في ان انت تكشف الكذبة، عشان كده حتى تلاقي نفسك انت بتحاول ايه تتاكد اللي قدامك ده بيتكلم صح ولا غلط، ان انت بتقعد تساله اسئله كتيره عن التفاصيل. واحدة من الاساطير اللي زي ما اتكلمنا على الاساطير قبل كده، واحدة من الاساطير المشهورة على الاقل في الولايات المتحده مثلا، ان ولد وبنت عطلت بيهم العربيه بالليل وهم ماشيين في طريق مقطوع، المهم الراجل حب يقلل الست ايه انا هروح ادور على حد يساعدنا خليك انت في العربيه، قفل العربيه وطلع واختفى طول الليل. هي بالليل في الضلمه حاسه ان في حاجه بتخبط في العربيه من فوق، قالت يبقى ايه دي شجره ولا حاجه، خافت تنزل لغاية ما النهار طلع نزل بتبص لقيت اللي كان بيخبط في سقف العربية ده ايه البوي فريند بتاعها متعلق في حبل مشنوق ودي رجليه كانت بتحك في السقف. المهم ادي القصة، القصة دي في حد ذاتها اسطورة، بس انت عايز اللي قدامك يصدق الاسطورة، فبتعمل ايه؟ زي ما سمعنا القصة بتاعت الكيدني هايست في الاول، عشان تزود الكريديبيليتي بتقوم تقول والله ده حصلت في تكساس في المنطقة بتاعت هيوستن مثلا، مدينة هيوستن، وده حصل السنة اللي فاتت في شهر اكتوبر، وفاكرين العاصفة مش عارف ايه اللي حصلت هناك اهو بعد العاصفة دي على طول، عشان كانت الارض مبلوله وكان المهم دي كلها تفاصيل انت بتحاول تضيفها للقصه تقوم تزود الكريديبيليتي بتاعتها، تقوم اللي قدامك يصدقها. ارجو طبعا ان انت ما تستخدمش التكنيك ده في ان انت تقول اسطوره ولا قصه مش حقيقيه، لكن الحقيقه هي ان الديتيلز ممكن بتزود الكريديبيليتي بتاعت القصه بتاعتك مهما كانت القصه دي حقيقيه او مش حقيقيه. تاني نوع من انواع الانترنال كريديبيليتي اللي ممكن تحطها على المسج بتاعتك هو الارقام والاستاتستكس. هحاول اقول بسرعه بس تفريق بين ان انا استخدم ارقام وان انا استخدم استاتستكس، هو ان البني ادم بشكل عام بيحس بالارقام القريبه منه، الارقام اللي هي زي الواحد والخمسه والعشرين والنص والربع، ما بيحسش بالارقام الكبيره زي 137 مليار جنيه عجز في الموازنه، او ان ثمن الطياره العابره للقارات دي 60 مليون جنيه او 60 مليون دولار او الكلام ده. عشان كده اللي بيحاول يوصل مسج فيها ارقام البني ادم ما بيحسش بيها،
برضو الارقام الصغيره قوي زي مثلا النانوميتر والمايكروميتر والكلام ده، بيحاول المفروض انك تستغل تكنيك تاني، زي مثلا بدل ما تقول ان 173 مليار جنيه عجز الموازنه، تقول ان في عجز في الموازنه يقدر بربع الموازنه، حتى ما تقولش 25%، قول ربع الموازنه. 25% دي تقولها للناس الايه التكنيكال، لكن لما تيجي تتكلم مع الناس العامة، عامة الناس، تتكلم معاهم بأرقام أو بمقاييس هم يقدروا يحسوا بيها أكتر. لما تيجي تتكلم على تمن البومبر دي 60 مليار ولا 60 مليون دولار، قول ده تمنها يساوي، أو ضيف بقى ليها إن تمنها ده يساوي اللي بيحتاجه مثلا 10 مليون أسرة علشان ياكلوا كل يوم مثلا. المهم لما نيجي نتكلم بقى على الاستاتستكس، وتيجي تقول والله الاستاتستكس بتقول ان نص الناس او ربع الناس او خمس الناس بيحس بكذا، او ان انا عندي ربع الولايات المتحده الامريكيه وربع سكان الولايات المتحده الامريكيه بيستخدموا المنتج بتاعي، او ان 10% بس، عشر مساحه مصر بس هي اللي آهلة بالسكان، و و و و ده ممكن يساعدك كتير قوي ان انت تضيف كريديبيليتي للعرض بتاعك. في مثلا مثال ظريف عن مؤسسة اسمها بياند وور. المؤسسة دي كانت أساسا بتحاول يعني في الثمانينيات أعتقد أو السبعينيات، كانت بتحاول تدعو الناس إن هي تقف قدام تطوير الأسلحة النووية في أثناء الحرب الباردة. فواحد من الأساليب اللي كانوا بيستخدموها إن واحد ممثل لبياند وور يروح لمجموعة من الناس ويجي يتكلم معاهم، يروح معاه جردل صاج ومجموعة من البلي، يقول لهم يعرض الفكرة بتاعته، وبعدين يبتدي يحاول يأثر فيهم عن طريق ان هو مثلا يقول، يمسك بلية ويقول لهم يا جماعة تخيلوا البلية دي هي القنبلة اللي اتحدفت على هيروشيما او ناكازاكي في الحرب العالمية الثانية، ويقوم رامي البلية جوه الجردل الصاج، البلية دي تعمل صوت جامد. وبعدين يقول لهم تخيلوا بقى ان القنبلة النووية اللي موجودة عندنا النهاردة قوتها تساوي كذا مرة الاتوميك بومب دي اللي اترمت على ناجازاكي، ويقوم ماسك مجموعة من البلي يقوم رميهم جوه الجردل برضه. المجموعة من البلي هتعمل صوت جامد جوه الجردل، لو انت تقدر تتخيله بسهولة. الصوت ده هيدي احساس بان العملية كبرت جامد. يقوم بعد كده يقول لهم بقى ان في النهارده على سطح الارض مش عارف كام الف راس نوويه، لو انفجرت كلها تخيلوا معايا هيحصل ايه، ويقوم دلق كيس مليان بلي جوه الجردل يعمل دوشه جامده، وبالتالي يعمل تاثير جامد على الناس. يبقى انت مش بس statistics، انت كمان ممكن تستخدم dramatization يوصل الستاتستكس دي للكاستمر او للي بيستمع للمسج بتاعتك. تالت اسلوب بقى من الاساليب اللي ممكن تدخل بيها internal credibility على المسج بتاعتك، هو اللي سماه تشيب ودان هيث ذا سيناترا تيست. ذا سيناترا تيست هم الحقيقه كانوا عاملينه بناء على فكره خدوها من واحد من افلام فرانك سيناترا، وهي ان هو كان بيقول في اغنيه انا لو قدرت اخش واحد من مسارح برودواي اقدر اخش اي واحد من المسارح التانية، واي مسرح انا عايز اخش على طول. الفكرة ان انت لو قدرت ان انت تقول انا عملت كذا 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 للشركة الكبيرة، لو ان انت قلت مثلا ان انت تديليفر كمبيوترز للاي بي ام، مستحيل طبعا، بس يعني لو قدرت تقول انا المورد بتاع الكتب بتاع الجامعة الامريكية، انا
بعت 20 مليون نسخة من الكتاب ده في خلال أسبوعين. لما تقول إن أنت عملت حاجة كبيرة أو المسج بتاعتك دي خطت عتبة أو عقبة كبيرة، ده بيضيف لها شيء من الانترنال كريديبيليتي. يمكن حاجة من الأسئلة أو من الحاجات الدارجة في مجتمعنا وكنت أنا ما بحبهاش قوي، يعني لما حد يقول لك إيه، لما تيجي تعرض فكرة جديدة يعني، فحد يقول لك مين عملها قبل كده، تقول له ده عملوها في أمريكا، عملوها في السويد، عملوها في إنجلترا، عملوها في أستراليا، عملوها في جنوب أفريقيا، يقوم أنت حطيت كده internal credibility على المسج بتاعتك. وأقول لك ليه أنا ما بحبش الحكاية دي، ما بحبهاش لأن ده معناه أن أنت ما تقدرش تinnovate، عايز تقول أي فكرة جديدة يقول لك لا ده ما حدش عملها قبل كده، فده يمكن موضوع جانبي. لكن لو حد عملها قبل كده، او لو انها نجحت في حاجة انت عملتها قبل كده، او لو ان انت عملت حاجة كبيرة قبل كده بالطريقة دي او في المجال ده، ده بيقاد الانترنال كريديبيليتي، او باختصار اللي هي السي في بتاعتك، او السي في بتاعت الفكرة بتاعتك، او السي في بتاعت البرودكت بتاعك او الشركة بتاعتك، هو ده اللي ممكن يقاد انترنال كريديبيليتي ل المسج بتاعتك. تعالوا بقى نشوف نوع تاني من الانترنال كريديبيليتي ممكن نشوفه من خلال الاعلان ده اللي جاي، وبعد ما نشوفه هنتكلم عنه شوية. It certainly is a big bun. It's a very big bun. Big fluffy bun. It's a very big fluffy. Bun. Where's the beef? Some hamburger places give you a lot less beef on a lot of bun. Where's the beef? At Wendy's, we serve a hamburger we modestly call a single. And Wendy's single has more beef than the Whopper or Big Mac. At Wendy's, you get more beef and less bun. Hey, where's the beef? I don't think there's anybody back there. You want something better. You're Wendy's kind of people. الإعلان ده اللي قدمه ويندي بيتحدى غيره من الشركات اللي بتقدم فاست فود ان هي تدي كمية اكبر من اللحمة في الساندويتش بتاعها. ببساطة هو في نوعين من الانترنال كريديبيليتي، واحد في المسج نفسها في الاعلان، وده ان الست او مجموعه الستات الكبار في السن اللي بيقدموا الاعلان واللي بيتكلموا عن العيش اتس بيج بان اتس بيج بان، وبعدين التالت بتقول وير از ذا بيف. التلات ستات دول مع سنهم وشكلهم بيحطوا كريديبيليتي على المسج، ان هم ستات المفروض كبار، يعرفوا في الاكل، يعرفوا في البرجر، اكلوا قبل كده في اماكن كتير. الحاجه التانيه وهي دي بقى اللي تهمنا اكشولي هنا في الجزء ده من المحاضره بتاعتنا، وهو ان المسج محطوط معاها تحدي. والله هات الساندوتش بتاعنا، وهات البيج ماك، وهات الوابر بتاع برجر كينج، وشوف مين فيهم فيه لحمه اكتر. على طول انت ككاستمر روح. اللي بيحصل ان الكاستمر ما بيروحش يعمل التجربه دي، الكاستمر بياخدها خلاص. اوكي، ده هو التحدي ده في حد ذاته حط كريديبيليتي على المسج، وبالتالي خلاك انت تصدق حتى لو ما كانتش دي حقيقة، انت هتصدق لمجرد ان هو اتحداك انك تعمل كده. ففكرة ان انت تحط تيستينج تشالنج، روح يا كاستمر وتست الكلام اللي انا بقوله ده اذا كان صح ولا غلط، ده في حد ذاته بيساعد المسج بتاعتك. تعالوا بقى نشوف برضو العرض للانترنال للكريديبيليتي بشكل عام، مش الانترنال بس، انترنال اكسترنال كريديبيليتي، من خلال المحاضر اللي الفيديو بتاعه ده موجود على اليوتيوب، وهو برضو بيعرض الفكرة بشكل جميل ممكن كلنا نستفيد منه ان شاء الله.